بالنسبة ما يطبعوا الفاتح ماي ديال هذا العام ويا عمال يا بالله الاتفاق اللي وقعته المركزية النقابية مع الحكومة وبطبيعة الحال كنعتبروا حنا في الكونفدرالية حنا جزء من هذا الاتفاق وكنعتبروا الحد الأدنى للمطالب وبالخصوص المادية باعتبار أن التضخم وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية كيقول بأن هذا حد أدنى. أما بالنسبة للجانب الحقوقي حنا غنستكملوا النقاش في هاد الأوراش ديال التقاعد ديال قانون الإضراب وغادي نقولوا الكلمة ديالنا في حينها إن شاء الله من بعد استكمال الشهر المقبل. اليوم الطبقة العاملة المغربية على غرار الطبقة العاملة عبر العالم تحتفل بالعيد الأممي للطبقة العاملة. الكونفدرالية الديمقراطية الشعب على غرار باقي المركزيات النقابية الأخرى تنظم احتفالا وطنيا عبر من طنجة عبر الخريطة ديال الوطن الطويلة العريضة من طنجة إلى القويرة لنعبر للحكومة الحالية عن امتعاضنا وعن شجبنا على مجموعة السلوكات والممارسات ديال الحكومة الحالية في تدني القدرة الشرائية ديال المواطنين وضرب الخسارة ديال المواطنين. الغلاء الفاحش اليوم ببلادنا يهدد الاستقرار الأسري، لهذا لابد من إعادة النظر يعني في القدرة الشرائية ديال المواطنين وهذا هو الأساسي بالنسبة لنا. النقطة الثانية نتمين ونسجل بارتياح الحوار المركزي مع المركزيات النقابية والاتفاق الثلاثي ما بين الباترونا وما بين النقابات والحكومة، ولكن نريد من الحكومة أنهم مجموعة ديال الملفات اللي هي عالقة إلى حدود اليوم بحال قانون ديال النقابات بحال قانون ديال الإضراب بحال قانون ديال التقاعد يجب أن يكون على طاولة الحوار، ماشي أنه الحكومة الحالية عند الأغلبية العددية في البرلمان بالتالي سيتم تمرير مجموعة ديال المشاريع ديال القوانين لا يليق. نحن نناضل على جميع المستويات، نناضل من أجل تحسين الخدمات للمواطنين ديال التعليم والصحة والسكن، ولكن نناضل كذلك من أجل الإصلاحات باقي الإصلاحات السياسية والدستورية ببلادنا، لأن اللي كيهمنا هو المغرب ككيان كوطن كتوابيت، يهمنا استقرار بلادنا ومستقبل بلادنا، والديمقراطية هي كل لا يتجزأ، الديمقراطية سياسية واجتماعية واقتصادية، الديمقراطية هي مشاركة الشعب في صنع القرار وفي تنفيذ القرار، هذا هو الأساسي بالنسبة للرسالة اللي بغينا نوجه للحكومة اليوم.